بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرفنا كيفية كتابة النموذج الخطي في مثال بنك الرياض، هنتعرف على كيفية حل هذا النموذج بيانيا. المثال أو النموذج كان بهذا الشكل. زي ما قلنا قبل كده، التمثيل البياني أو الحل البياني يعتمد على التمثيل البياني لهذه القيود. هنبدأ بقيد عدم السالبية. قيد عدم السالبية معناها ان شغلي كله هيكون في الجزء الموجب من اكس واحد واكس اتنين، اي في الربع الاول بهذا الشكل. اذا هذه هي منطقة القيم الموجبة لكل من اكس واحد واكس اتنين. القيد الثاني، كيفية تمثيل القيد الثاني. القيد الثاني كان 50 اكس واحد زائد 100 اكس اتنين اقل من او يساوي 1,200,000. تمثيل هذا القيد، أولا تحويل المتباينة إلى معادلة بهذا الشكل. طبعا هنا المعادلة في البداية أقدر أبسطها، أقسم طرفي هذه المتباينة حتى قبل تحويلها إلى معادلة، أقدر أقسمها على 50، أحصل على معادلة أعدادها أو أرقامها أبسط بهذا الشكل. ثم أحول هذه المتباينة إلى معادلة، ودي زي ما قلنا قبل كده معادلة خط مستقيم. هذه المعادلة رسمها بفرض x1 تساوي 0، احسب قيمة x2. من هنا x2 تساوي 12,000، دي 24,000 على 2. إذا وضعت x2 تساوي 0 عوض عن x1، تجد أن x1 تساوي 24,000. إذا هذا الخط المستقيم يمر بالنقطتين 0 و 12,000 و 24,000 وصفر. النقطتين بهذا الشكل، النقطة الأولى 0 و12,000، النقطة الثانية 24,000 وصفر. نوصل ما بينهم نحصل على هذا الخط المستقيم. منطقة الحلول الممكنة لهذا القيد بما أنه أقل من أو يساوي، فهتكون أسفل هذا الخط. القيد الثاني، إذن هذه هي منطقة الحلول الممكنة للقيد الأول. القيد الثاني 5 x1 زائد 4 x2 أكبر من أو يساوي 60,000. هنا حولناها أيضا إلى معادلة، حول المتباينة إلى معادلة، عوض عن x1 تساوي 0 واحسب x2، عوض عن x2 تساوي 0 واحسب x1، تحصل على النقطتين 0 و15,000، دي النقطة 0 و15,000، النقطة الثانية 12,000 وصفر. إذن هذه النقطة، وصل ما بينهم تحصل على هذا الخط المستقيم. منطقة الحلول الممكنة للقيد الثاني هتكون أعلى هذا الخط، لأن هنا القيد أكبر من أو يساوي. القيد رقم 3 اللي هو 100 إكس 2 أكبر من أو يساوي 300,000. نقدر أيضا قبل ما نرسم هذا الخط نبسطه، أقسم الطرفين على 100، أحصل على x2 أكبر من أو يساوي 3,000. حول هذا القيد إلى معادلة، دي أيضا معادلة خط مستقيم، دي لا تحتاج تعويض. x2 تساوي 3,000 معناها خط مستقيم موازي ل x1 عند، ويقطع x2 عند 3,000. فلو قلنا إن 3,000 هنا، فهيكون خط مستقيم أفقي بهذا الشكل. فخط مستقيم هيكون بهذا الشكل. إذن منطقة الحلول الممكنة لهذا القيد، لأن القيد هنا أكبر من أو يساوي، فهتكون أعلى هذا الخط بهذا الشكل. إذن أوجدنا منطقة الحلول الممكنة للقيد الأول والثاني والثالث. منطقة الحلول الممكنة للنموذج بالكامل، لو تذكرنا إن منطقة الحلول الممكنة هتكون هنا أعلى هذا الخط للقيد الثالث، ولهذا القيد كانت أيضا أعلى هذا الخط، والقيد الأول كانت أسفل هذا الخط. فنجد أن منطقة الحلول الممكنة للنموذج بالكامل هي هذه المنطقة، أعلى هذا الخط وأعلى هذا الخط وأسفل هذا الخط. نحصل على هذه المنطقة هي منطقة الحلول الممكنة للنموذج ككل. كيفية إيجاد الحل الأمثل، زي ما قلنا قبل كده، الحل الأمثل يقع في أحد هذه النقاط اللي هي النقاط الركنية لمنطقة الحلول الممكنة. هذه النقطة
هي 9600، دي قيمة إكس واحد، قيمة إكس اتنين 3000، هذه النقطة 18000، إكس واحد 13000، وإكس اتنين 3000. طبعا زي ما قلنا قبل كده هيكون إيجادها بحل معادلة هذين الخطين. أيضا هذه النقطة 4000 و10000. طيب كيفية إيجاد الحل الأمثل؟ بالتعويض بهذه النقاط A و B و C في دالة الهدف. إذا عوضنا نجد بهذا الشكل، إذا عوضنا بالنقطة الأولى نجد إن قيمة Y تساوي 85800، إذا عوضنا بالنقطة الثانية نجد إن قيمة Y 153000، إذا عوضنا بالنقطة الثالثة نجد إن قيمة Y 62000. هنا إحنا بنبحث عن تدنية دالة الهدف، إذا بنبحث عن القيمة الأصغر، القيمة الأصغر هنا الـ Y هي 62000، إذا الحل الأمثل هو قيمة X1 4000 وقيمة X2 10000. إذا هذا يعني أن يجب على هذا العميل أن يشتري 4000 وحدة في صندوق الأسهم، وأن يستثمر 10000 وحدة أو يشتري 10000 وحدة في صندوق العملات الأجنبية كي يقلل عنصر المخاطرة إلى أقل حد ممكن. وهذا هو الحل الأمثل لهذا المثال.